بطولات رجال الشرطه ما بتنتهيش، ورجالها هيفضلوا محافظين على العهد، هيفضلوا محافظين على العهد. 14 ابريل 2020، تلقى البطل المقدم محمد فوزي الحوفي من قطاع الامن الوطني هو وزمايله بلاغ بيفيد بوجود عناصر ارهابيه في وحده سكنيه بمنطقه الاميريه بالقاهره. كان الخونه بيخططوا العمليات لتفجير الكنائس. توجه البطل مع قوات الشرطه للمكان وحصروه واشتبكوا مع الارهابيين، لكن بطلنا بشجاعه وبساله كان كل همه وسط النيران هو انقاذ ارواح الناس. ما خافش، ما تهزش، ما فكرش غير في حاجه واحده بس، اهل بلده. ونجح مع زمايله في انهم يقضوا على 7 منهم، وهو كمان نجح في انه ينال الشهاده اللي كان بيتمناها، وقدر انه يحفر اسمه في سجل الخالدين، وكانه بيهتف في صدورنا: تحيا مصر. هو كان بقاله فتره الله يرحمه كان حاسس انه هيستشهد، فكان دايما بيحكي لي بيقول لي ده اخر يوم هعمل فيه كذا، ده اخر صوره هاخدها مع الاطفال. انا كنت حاسه ان اليوم ده هيجي، بس ما كنتش متخيله ان اليوم ده هيبقى قريب كده. يوم الشهاده هو كان جه الفجر، زي بيجي كل يوم قبل الفجر بساعه او ساعتين، صلى الفجر ونام. بعد كده نزل راح الشغل، كلمني قال لي انا مش هتاخر النهارده، انا هرجع على الغدا، ادعي لي انا رايح ماموريه مهمه. قعد يعتذر ان هو مش هيجي يتغدى معانا اليوم ده. بعد ما قفل معايا التليفون انا قعدت اتصل بيه كتير، ما كانش بيرد، زي ما يكون حاسه ان في حاجه هتحصل. لقيت واحده صاحبتي جت وبلغتني الخبر، اتصلت بيا في التليفون قالت لي انا جايه لك. قلت لها ليه جايه لي دلوقتي، واصرت ان هي تجي لي. فاول ما جت قلت لها في ايه، قالت لي محمد الله يرحمه استشهد. هو دايما كان بيتمنى الشهاده، وكان دايما بيقول لي ادعي لي ان انا استشهد. كان بيأهل نفسه، بيأهلنا لليوم ده. كان بيوصيني على مريم وخديجة، وكان دايماً يقول لي ما تبقيش عصبية عليهم، خلي بالك منهم. هو كان حنين جداً عليهم وكان بيهتم بيهم جداً. بعد استشهاده أنا حسيت أن الدولة كلها واقفة معنا. السيد الرئيس السيسي نزل على الفيسبوك عنده نعي لي. السيدة حرم الرئيس اتصلت بوالدة محمد ووستها في التليفون، وقعدت تقولها أن محمد في أفضل مكان، وهو استشهد وهو فدى أرواح ناس كتير. ما اشوفه في الجنة الله يرحمه أقول له وحشتنا، وأكون مستنية أسمع منه إن أنا كنت أدي المسؤولية اللي هو سابها لي. النقيب البطل هيثم عماد طه مثال للوطنية والإخلاص وكل المعاني النبيلة اللي بتفكرنا بإن مصر تستحق نضحي ونقدم عشانها أغلى ما نملك. أنا واحد من الناس اللي طلبت إنها تروح العريش. كان من أول ما اتخرجت كان ده هدفي. أنا اتخرجت في 2013، فأنا كان ليا واحد زميلي كان معايا في العنبر في السرية 3 سنين، اسمه مصطفى يحيى كامل جويش. مصطفى كان أكتر من أخويا، كان معايا في نفس الفصل بتاع المذاكرة، كان معايا في نفس العنبر، كان معايا في نفس السرية. وأول ما اتخرجنا رحنا فرقة الأمن المركزي سوا، وجينا يوم التوزيع فهو كتب العريش. فقلت له مصطفى ما تيجي نبدل وبتاع، كنا واقفين نهزر ونضحك حتى لاخر وقت. يا دوب احنا توزعنا، تالت يوم قبل ما هو يستلم شغله وكان استشهد. فما كانش في دماغي حاجه من ساعه ما ده حصل غير ان انا عايز اروح العريش. ضباط سينا كان عندهم حته الاخوه دي رقم واحد، يعني احنا مع بعض على الحلوه والمره وفي كل حاجه، واللي يموت فينا الاول اللي جاي بعديه يجيب حقه، ده عهد بينا كلنا. ففضلنا كده طول ما احنا في سينا. علشان كده تقريبا قطاع سينا يعني ده واحد من اكبر القطاعات اللي في مصر، اللي كانت سبب من اسباب ان سينا واقفه على رجليها، ان الناس اللي فيها اشتغلت مش عشان حاجه غير ان هي توقف الناس دي عند حدها. احنا كان ممكن نعمل اي حاجه في الدنيا، بس هما ما يدخلوش المكان ده، لا ياخدوا نقطه ولا ياخدوا كمين ولا اي حاجه. عشان ياخدوا نقطه او كمين كنا زي ما تقول كده اللي هو ايه، لا انت تعدي على جثتنا اسهل. يوم 17/10/2015 انا كنت المفروض ان احنا طالعين ماموريه علشان نقبض على حد في مدينه الشيخ زويد. فكنا 3 مدرعات في الماموريه، فانا مدرعتي كانت اول واحده. فتحركنا لحد مدخل الشيخ زويد على الطريق الدائري، وانفجرت عبوه 2.5 طن TNT في المدرعة، أدت إن المدرعة انفجرت،
كل اللي فيها استشهدوا ما عدا انا وعسكري واحد. رجلي الشمال كانت هي اللي جنب البندقيه، فهي تحملت معظم انفجار البندقيه. خزنه الطلقات كامله تقريبا انفجرت في رجلي. انا فقدت رجلي الشمال بعد 27 يوم من الاصابه، وفقدت رجلي اليمين بعديها بسنه ونص، فكانوا لحظتين اصعب من بعض. بس انا قدرت اتعايش مع ده وقدرت اعديه، وقلت ان ده اكيد الاحسن طالما ضل ربنا اختاره لي. لو كار بيه المشهد هعمله ألف مره، مش مره واتنين وعشره وبس. اصل انا مقتنع، ولحد دلوقتي مقتنع، ان البلد تستاهل اكتر من كده بكتير. اللي انا عملته ده انا شايفه ان ده مقدار التضحيه اللي ربنا ازل لي ان انا اقدمه للبلد دي. والدي سندني وكان جنبي في وقت انا فعلا ما كنتش قادر اتصور ان انا هعرف اعديه، ولا اني هعرف ابقى قوي كده. يمكن انا كنت بستمد قوتي كلها منه، يمكن هو كمان كان السبب في ان انا افكر في بعد كده انا هعمل ايه. فكرت في ان انا ازاي اقدر اخدم البلد دي تاني بس بشكل اكبر. كان انا بقيتش عارف اخدمها بجسمي، ففكرت ازاي اقدر اقدمها بفكري. فاخدت ماجستير من معهد الدراسات العليا والابحاث للامم المتحده في جنيف في النزاعات والامن والسلام، وتخصصت وخدت دبلوم في التخطيط الاستراتيجي واداره الازمات الدوليه والنزاعات المسلحه، علشان اقدر ان يكون عندي القدره الكافيه ان انا اقدر اخدم البلد في المجال ده بشكل اكبر كمان من الاول. بص، بالنسبه لي الروح، ما انت ما ينفعش تبدل روحك او تستغنى عنها او ما تدافعش عنها حتى لو هتموت. عمري ما هستسلم، هفضل مكمل لحد اخر يوم في عمري مهما حصل.